السلام عليكم وحياكم الله في مقطع جديد من خمسة أشياء واليوم بنتكلم عن خمسة أجهزة بلاي ستيشن ما تعرفون عنها في بعضها ممكن تعرفونها وفي بعضها ممكن ما تعرفونها فخلينا نبدأ ونعرض لكم إياها تلفزيون بلاي ستيشن 2 صنعت شركة سوني قبل كذا تلفزيون وبداخله بلاي ستيشن 2 وكأنه اثنين بواحد مثل التلفزيون اللي يجيك بداخله راديو ولا تلفزيون بداخله دي في, دي في دي يعني كانت نفس الفكرة بس ولكن العجيب في البلاي ستيشن هذا انه ما كان له اي اسلاك، بس اللهم تشبك التلفزيون بالكهرباء وخلاص تلعب على طول، لانه ما يحتاج لك توصيلة ولا اي حاجة توصله بالتلفزيون، لانه كل حاجة مشبكة في نفس التلفزيون، وكان حجم الشاشة 22 انش، وايضا بتقنية الال سي دي وبدقة 720 اتش دي، بس ولكن بالاسف ما شفناه بكثرة لانه ما باع كثير، بس ولكن اذا انت شفته ممكن تقول لنا في الكومنتس او كنت تمتلكه قبل كذا، وقول لنا كيف كانت تجربتك معاه. السوني تابلت الاس والسوني تابلت البي وهذه اول الاجهزه اللوحيه اللي كان بعلامه البلاي ستيشن عليها وكان يجي مع الجهاز لعبه كراش لو تبي تلعب وتجرب على طول وايضا هو اول اجهزه لوحيه اللي ينزل عليها المتجر الالكتروني حق البلاي ستيشن وكان احلى ميزه فيه انك تقدر تشبك يد البلاي ستيشن 3 وتلعب عليه على طول ولكن المشكله انه ما انتشر لانه ما كان فيه العاب كثيره على الجهاز وكمان ما دعموه لفتره طويله جهاز البلاي ستيشن والنينتندو واللي سمعنا عنه الكثير بس ولكن ما عمرنا شفناه ولكن ما حد كثير عن الموضوع هذا لانه محمد بسيم يسوي مقطع طويل مفصل فيه له كل التفاصيل عن البدايه والنهايه وايش المشاكل اللي حصلت بينهم وايش الاتفاقيه وايش اللي حصل في النهايه فراح اترككم المقطع تلقوه على الشاشه روحوا شوفوا المقطع بالكامل راح تستانسون اكيد وراح تستفيدون كثير ايضا بلاي ستيشن تي في هو اللي يعتبر احدث جهاز في اللسته حقتنا ولكن هذا الجهاز باختصار هو اصلا بلاي ستيشن فيتا بس اللهم انك تلعبه في البيت على شاشه كبيره بس ما في فرق كبير يمديك تركب عليه اشرطه الفيتا وايضا يمديك تركب عليه الميموري كارد اللي حق الفيتا وايضا كمان فوق هذا كله يمديك تشبك يد بلاي ستيشن 4 لو تبغى تجلس على الكنبه وتلعب انت مرتاح لانه كيف تبي تلعب فيه وانت ما عندك يد فهذه الميزه اللي اعظم اللي كان يميزه انه بس فكره انه في يمكنك تشبك على يد بلاي ستيشن وتلعب على شاشه كبيره ما في تفاصيل اكثر ولكن بعض الناس هذا يستخدمونه مثل الابل تي في لانه كان في نتفليكس وبعض البرامج زي اليوتيوب والاشياء هذه تقدر تعرضها على الشاشه حقتك جهاز بلاي ستيشن اكس او البي اس اكس ومننا الكثير ما سمع عن الجهاز هذا لاسباب كثيره السبب الاول انه فقط صدر في اليابان والسبب الثاني والرئيسي انه كان سعره جدا غالي كان سعره ب 3700 ريال ونزل في عام 2003 وكان بمثابه بلاي ستيشن 2 كان هو جهاز بلاي ستيشن 2 بس معدل بمواصفات اكثر وكان يشغل جميع العاب البلاي ستيشن 2 وايضا كان بامكانك نقل بيانات وملفات البي اس بي المحمول وكان فيه له هارد ديسك مساحته تختلف على حسب الموديل في مساحه 160 جيجا او 250 جيجا وكان فيها ايضا ميزه الدي في ار وهذه الميزه كانت تقدر تسجل لك اي شيء من التلفزيون او من اللعبه ويمديك تسجل على الهارد على طول وهذه الميزه مره حلوه وكمان احد الاسباب انهم فقط باعوها في اليابان لانه كان فيه له كابل يتوصل في الجهاز انه يعرض لك القنوات الفضائيه حق اللي تجي في اليابان فعشان كذا فقط سوقوها في اليابان فحتى لو انك اشتريتها في السعوديه ما حد من هذه الخدمه ولكن في النهايه في كانت مشكله بسيطه انه لما تشتري الجهاز ما يجي معاه يد يعني هو مسوق انه بلاي ستيشن 2 مع ميزات ثانيه بس ولكن ما يجي معاه يد اليد اليد تروح تشتري من المحل بس لكن الشيء الوحيد اللي يجي معاه انه يجي معاه ريموت بس هذا اللي يعطوك اياه وكذا نوصل نهايه المقطع ان شاء الله عجبكم المقطع واذا عجبكم لا تنسون الضغط على زر اللايك والاشتراك وايضا لا تنسى الضغط على زر التنبيه حق الجرس نتمنى يعني اديه كذا كبسه سريعه كذا ما عليك وايضا اذا كنت تمتلك احد الاجهزه هذه تكتب في الكومنتس وش كان الجهاز اللي اشتريته وما ندمت عليه وش الجهاز اللي انت اشتريته وندمت عليه وايضا احد اهم الاشياء ودي اعرف مين كان يمتلك البلاي ستيشن اكس او البي اس اكس لو تمتلكه قل لي وش رايك فيه ودي هو اكثر جهاز اني اشوفه وهذا كل شيء كان معكم اخوكم مروان حازم نشوفكم على خير ومع السلامه